بعض الأمهات يشتكون من تعرض أطفالهم للضرب في المدرسة، ويبدو يعلمونهم مبدأ العين بالعين وأنهم لازم يردون بنفس الطريقة. هل أنتم مع أو ضد؟ قاموا يلعبون بشعورهم. والله شوفي، أنا يعني بنتي الحمد لله قوية، يعني شخصيتها قوية، بس اللي أنا قعدت أسويه في أول ما بدأت تدخل مدرسة دائما أحاول أركز معاه إنها تكون مع جروب كويس وتتحاشى المشاكل، بس ما يعني دائما أشجعها إنه ما تخاف، لا تضرب بس توقف. يعني انت عارفه احيانا الشخص المتنمر اذا شاف الشخص اللي قدامه قوي ترى يهدى شوي، يعني بلس انك تيجي على طول تقول لي وانا اقوم بالباقي، انا اقوم اضرب الام. لا يا شيخ، وانا اضرب الام اجيب الام واضربها، ليش ممكن تضرب بنتي؟ لا اكيد مو لهالدرجه يعني، بس انا احاول دائما بنتي اركز عليها انك تكون في جروب اصلا كويس، محاطه ببنات كويسين، بالاضافه الى ذلك طبعا انها يعني ما تخاف، ما تدي شعور الخوف هذا. ها مها، وانت؟ انا والله ما عندي اطفال حاليا، لكن بنات خواتي اقول لهم اللي يقول لك ها قولي له ها 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 ثلاث مرات مو مره واحده. والله انا هذا اللي اشوفه، يعني انا اشوف يعني معليش، انا الحين انا كبيره، اللي يغلط علي يمكن، لا انا وانا كبيره صراحه ما حغلط عليه في جهات قانونيه، لكن كصغار احس انه ها 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 بالنظام، لكن بالنظام هو أيوه. بالنظام عندك وكيله مدرسه، عندك مديره مدرسه، عندك اشياء كثيره تقدرين تلجئين لها، لكن كذا انت تخلقين متنمر ثاني، بدل واحد صار عندنا اثنين. بس عادي اخلق لا مو عادي اخلق متنمر، بس انه مضطر انه طفلي اعلمه هذه الاشياء علشان هو بعد ليكون من الاطفال اللي انكسر شخصيته، لازم اقوي شخصيته، لازم اخليه يتعلم كيف يدافع عن نفسه، لازم اخليه يعرف كيف ياخذ حقه وما يغلط على الكل. يعني مثلا ابسط مثال، لو احد طق ولدي ولا بنتي بقول له اول شيء اشتكي المعلم، ما ضبط المعلم انا راح اكلم الاداره بنفسي، ما ضبط الموضوع، لانه في بعض الاطفال لا قوه الا بالله، الله يحفظهم ويحميهم لاهلهم ويهديهم ويصلحهم، فيهم قوه، فيهم عند ما يسمعون، ما يستجيبون ولا لاي شيء، ولا يخافون، ولا عندهم خوف ولا عندهم رادع. فانا اضطر المره الثالثه ممكن انا او ابوي يروح المدرسه واتكلم مع هذا الطفل بكل هدوء، يا بابا عيب، ما ينفع انك تضرب الاطفال، كلكم اصدقاء مع بعض، ومن ذا الكلام ما نفع هذا كله، لا يا حبيبي، طقك طقه سوالك سوي له افعل له، اما اني انا راح اقول بسوي فيها مثاليات وبقول لا يا بابا لا تضرب الاولاد يا حبيبي عشان ما اخلق طفل متنمر وبكره ولدي هو اللي ينكسر، انا اسف الزم ما علي عيالي، وكل واحدة الزم ما عليها اكيد اطفالها واولادها. طبعا اكيد عشان نعرف تفاصيل اكثر معانا ضيف في الاستوديو الخبير التربوي الدكتور عبد الله الحسين. اهلا وسهلا فيك دكتور عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام دكتور عبد الله. انت اليوم جاي عند امهات المتنمرين. لا امهات تنتين متنمرين، هنا خاله متنمره بس. حياك الله دكتور عبد الله. يمكن سمعت نقاشنا قبل شوي انا والبنات، انت ايش رايك؟ والله مع وضد. حلو. للأمانة مع وضد. اليوم للأمانة عندنا مشكلاتنا احنا من خلال التحليل يعني البسيط في بعض المدارس وفي بعض المنازل وفي بعض الأسر، مشكلتنا احنا نركز على المتنمر عليه، يعني نعالجه ونهتم فيه ونترك المتنمر اللي هو أساس المشكلة. طيب احنا حلينا الان، عالجنا الطفل هذا المتنمر عليه وخذنا بيده ودربنا وعلمنا، تركنا المتنمر، يعني جذور المشكله ما انتهت ترى لبكره. عندنا في المدارس النظام للاسف الشديد الا من رحم الله الاهتمام بالمتنمر عليه. طب هو بعد المتنمر ضعيف يعني بعد اقوم لا كويس نهتم بالمتنمر عليه ونعالجه ونفهمه، لكن احنا نبي نقطع المشكله من جذورها. صحيح. المتنمر عليه اليوم ضرب محمد، اهتمينا بمحمد تركنا المتنمر عليه خالد، بكره خالد حيضرب فهد. طب بس هاي في دور الاخصائي الاجتماعي بالمدرسه. اي بس انا اقول لك مشكلتنا الان احنا اهتمامنا كله على المتنمر عليه، يعني الدراسات والعلاج المتنمر انت قصدك تكون المتنمر نفسه هو قد يكون ضحيه اصلا. للامانه الضحيه المتنمر والمتنمر عليه كلهم ضحايا. فبالتالي احنا لازم نعالج الاثنين. والأساس لو سألتوني نعالج في البداية المتنمر، نقطع المشكلة من جذورها، لأن المتنمر أساساً هو يعني إنسان طبيعي، طفل جميل، لكن شو اللي خلاه متنمر؟ شو اللي خلاه؟ كثير من المشكلات اللي داخل زي إيش طيب دكتور؟
لو سألت قلت لك أنا ما يعني أنا مثلا اليوم كأم أو كولي أمر إيش اللي يخلي عندي طفل متنمر؟ طيب عدة أسباب ما هو سبب واحد. أولا الخلافات الأسرية أو العائلة اللي تحصل داخل البيت، هذا أول. قصدك بين الأم والأب؟ هي الخلافات الأسرية. نعم. بين الوالدين. نعم. اثنين، عدم الاستماع، عدم إبداء حق الرأي، عدم حرية الاختيار، عدم تحمل مسؤولية. كل الطفل الآن يعيش في فراغ، فبالتالي أيوة بالتالي عنده. نعم. الطفل يصب جام غضبه على منه، على منه أصغر منه بالتأكيد، أو أضعف منه، أضعف منه بالتأكيد. ما شفت أنا للأمانة متنمر يتنمر على واحد أقوى منه، صح، وخاصة في البنية الجسمانية لأنه يخاف. لذلك للأسف الشديد شي اللي لاحظ إحنا العبارات مثل ما ذكرتوا يعني الحواركم، للأسف حتى وقتنا الحاضر تقول الأم يا ولدي اللي ضربك ضربة، هذه طبعا عندنا مرفوضة تماما في التربية. يجي الأب يقول أنت جبان ما تأخذ حقك بيدك. طيب الآن الولد لما يسمع كلمة جبان بكل بساطة تجي في عقله أنه أنا مش جبان، يثبت العكس. أيوة. نعم. فيثبت العكس، فعكس جبان شو يصير؟ إيش؟ شجاع، لكن شجاع في غير محله إطلاقا، فيتجه لأقل طفل منه وخاصة في البنية الجسمانية، ركزوا عليها، فيتجه عليه ويضربه. ليه؟ يبي يثبت أنه شجاع، ولفت الأنظار من كلمة أبوه. يعني في الأساس من اللي خلى الطفل هذا ضحية؟ ترى الوالدين. هذا طبعا إذا كان أتكلم في البيت، الكلمة انتقلت معه من البيت إلى الروضة أو الحضانة أو حتى المرحلة الابتدائية، إحنا نشوفها ونشاهدها. صحيح دكتور عبد الله، يعني أنا مؤمنة إنه تربية الطفل أو يعني حتى ما خلي الطفل يوصل لمرحلة إنه هو متنمر أو متنمر عليه، هذه من البذرة الأولى من هو صغير. أنا أعزز في هذا الموضوع إني أخلق شخصية قوية. إذن إيش هي أهم المفاتيح اللي لازم أعلمها لأبنائي سواء كانوا أولاد أو حتى بنات، حتى يعني يكون عندهم هذا الميزة يكتسبوا الشخصية القوية وما يكونوا مثلا لا هجوميين ولا دفاعيين؟ طيب سؤال جميل. احنا المفترض ندرب الولد من البيت. ترى يوم من الايام ممكن يحصل كذا. نعم. احنا مشكلتنا ما ندرب. فشو المفترض؟ هي خطوات او استراتيجيات في شقين. الشق الاول المفترض اولا نعلم الطفل اذا اي طفل اخطا عليك اولا الهدوء. اولا عدم القضب، عدم استفزاز المتنمر. انت متنمر عليه الان، طيب كذلك لازم تطلع صوتك وتذكر المتنمر بالاسم. يا محمد ستوب، اوقف عند حدك. ليه؟ لان هنا ما يتوقع اصلا المتنمر ان المتنمر عليه يقول حتى كلمه لو بسيطه. الخم العدو. ايوه. الامر الاهم من ذلك الاستراتيجيه ندرب عيالنا على كيف على كيفيه التحدث والحوار، عشان بكره لو ضربه يقدر يتحدث شوي، يقدر يرد لو بكلمه قف ستوب. بس مين كافية بعض الأحيان دكتور عبد الله، اعذرني، مين كافية هذه الكلمة؟ يعني خاصة دحين احنا بنتكلم على الشباب اللي في الثانوي. لا. واحد يطقني مثلا بالثانوي التنمر من أي كل المدارس احنا لا تختلف طبعا المومي. نتكلم عن الطفل يختلف عن ثانوي. طب حتى الطفل فلو تعلم ردة الحوار ورد الفعل، لأنه أحيانا يكون ما يتكلم إطلاقا ويكون فريسة. صح. صح. للأمانة، فلما تجي ردة فعل شوي طيب. والأمر الثاني يكون لو نفترض جاء المتنمر مثلا وأقدم على الطفل، هذا طفلك مثلا، لابد نعلمه، هذه ما فيها مجاملة، نعلمه حتى يكون في مسافة أولا بينه وبين المتنمر عليه. لو نفترض هذا المتنمر قرب من الطفل، لابد نعلمه استراتيجية أنه يمسك يده لو اضطر الأمر. صحيح. يمسك يده بدون إيذاء ويطالع العيون تكون في العيون. هنا يختلف الرؤية عند المتنمر، ما يتوقع الأوامر هذه أو الأشياء اللي حصلت من المتنمر عليه. طيب. أنها تحصل. طيب دكتور عبد الله اسمح لي، خلينا نطلع مع بعض طبعا، وانت كمان تكون موجود معنا حتى تسمع آراء الناس. طبعا هذا استطلاع رأي سواه فريق العمل عن كيف تعلم أولادك يدافعوا عن نفسهم في المدرسة. طبعا
اذا واجه اشكاليه اكيد اكيد انه فاهمه انه يبلغ التيتشر، وانا بتابع مع المدرسه كل اسبوع اكيد بسالهم كيف ايش صار، وطبعا بحكي مع التيتشر اللي ماسكه الطفل نفسه، فاذا كانت في مشكله او شيء تكلمني على طول. اكيد لما نكون في مجتمع مدرسه اللي يضربك حاول انك تاخذ حقك منه، الزمن ذا لازم تكون قوي، لازم تاخذ حقك. بتروح تشتكي، يلا اقول اول مره بيجيني يشتكي لي بيقول لي بابا صار معي كذا. اول مره بنكلم المدير، ثاني مره بنكلم المدير، ثالث مره ببدا انا اقول له خل عندك شخصيه انك تاخذ حقك بيدك. هي استراتيجيه هذه انا ماشي عليها، يعني اسمح مره مرتين ثلاث، بعدها لا خلاص نشوف الخط الثاني. انه خذ حقك بيدك. شوفوا هو دائما الواحد حتى في الأطفال ما يعلم العنف، يعني أوكي الأطفال ممكن يتعلموا العنف برا، يتعلموه من الأشخاص اللي حواليهم، بس دائما تعلمين طفلك أنه يبادر بالمبادرة الطيبة، يعني كل ما كانت المبادرة طيبة أو لطيفة الطفل الثاني راح يحبه، ممكن ما يتعامل معه مرة ثانية بعنف. أنا أنصح المرشدين الطلاب أو المرشدين في المدارس أنه يحاولون يشوفون مشاكل الطفل، إذا عنده مثلا مشكلة بالعنف بادية من البيت يحاولون يحلوها مع أسرهم، إذا لا عندهم مشاكل نفسية في شيء ثاني كمثلا نقص في شيء أو أنه عنده طاقة مكبوتة بحاول يخرجها عن طريق العنف أو اللعب بطريقة عنف، يحاولون أنه يشوفون نشاطات أكثر يخلون فيها الطفل يطلع طاقته فيها، يعني يبدع بدل أنها تكون عنف يبدع في شيء. أول شيء يعني بعلمه كيف يتعامل مع أصدقائه بأسلوب جيد، لكن أحيانا الولد بيواجه بعض الأطفال المتنمرين أو ممكن يتهجموا عليه بشكل أو بآخر، فممكن علمه أساليب الدفاع عن النفس، طبعا سجلته أكثر من مرة في دورة، وأيضا كمان بعلمه أنه يلجأ للمعلمين أو المشرفين في المدرسة حيث أنه يأخذ حقه بشكل قانوني يعني، لكن أهم شيء أنه ما يتعرض لأذى يعني. هذا هو بداية هم بيتعودوا أن هم يدافعوا عن نفسهم بشكل مهذب أو حضاري بمعنى أحرى. العنف ما بتقابلش بعنف بشكل عام، ولكن لو حد ضايقهم بيحاولوا ان هم يعملوا صوت عالي يلفتوا نظر اللي حواليهم، بحيث ان هم لو في حد قريب منهم يحاول يساعدهم لو في حد ضايقهم او شيء زي كده. يعني الجميل في الموضوع دكتور عبد الله الاغلب اجمع انه ما يكون في عنف، ما يكون رده الفعل دائما فيها عنف، انما فيها دفاع عن النفس. اذا لو نبغى نتكلم شويه عن اهميه الدورات او مثلا بعض الرياضات اللي ممكن يمارسوها الاطفال يتعلموها الدفاع، تايكوندو، كاراتيه، ما اعرف يعني، حتى يدافعوا عن نفسهم، هل هذا الشيء ممكن يعزز من ثقه الطفل اكثر فيعرف انه هو قادر انه يدافع عن نفسه؟ جميل. هذا يعني الآن وزارة التربية والتعليم، أيوة، نقول وزارة التعليم اتجهت لهذا الأمر وبدأت تقريبا في المرحلة المتوسطة، احنا كنا ودنا نبيها في المرحلة الابتدائية. هو المفهوم عند بعض للأسف إشكالية، ما هو واضح مفهوم دورات الدفاع عن النفس. عندنا دورات عن النفس الكاراتيه مثلا، الكاراتيه هذه أساسيات شنو هو فقط دفاع عن النفس، هذا الهدف الأساسي. ممتاز. يدافع عن نفسه بدينا. التكواندو أو الجود، التكواندو تزيد أضرب عليها مثلا دوران أو قفز، بس كله بدون إيذاء، كله بدون إيذاء، دفاع عن النفس. فبالتالي الهدف الأساسي من وجود هذه المادة التربية هي تربية أساساً عملية، وجودها تعلمنا قيمتين، تعلم الطفل قيمتين، هذا هو الأهم، تعلم الصبر والانضباطية. ممتاز. للأمانة احنا نفتقد الآن للمتنمر عليه أنه أحياناً ما عنده صبر، ومن كلام اللي ذكرنا سابقاً من كلام الوالدين خليك رجال وخليك شجاع وضرب اللي ضربك، فبالتالي هو يكون ضحية. ممتاز. فبالتالي الجميل نتعلم قيمتين نحتاجهم في الوقت الحاضر. نعم. الصبر والانضباطية. ممتاز. فمهمة جدا بالنسبة لي. أيه. مهمة جدا دورات الدفاع عن النفس، لأنها هي بمثابة نسميه احنا الضرب الدفاعي وليس الضرب الهجومي. ما الفرق بين الضرب الدفاعي والهجومي؟ الضرب الدفاعي اللي هو يعمله منه المتنمر بمعنى قصد الإيذاء. صحيح. فقط. الضرب الدفاعي احيانا يستخدم المتنمر ايش عليه بهدف ابعاد حمايه النفس البشريه فقط للابعاد بس دون ايذاء. هذا المفروض اللي احنا نعلم ابنائنا واطفالنا قبل لا يحدث
صح. هذا يعني السلوكيات الخطر للأمان على النفس البشرية، وزي ما يقولون الوقاية خير. صحيح، يعني الأهم من كل هذه التفاصيل يا دكتور أنه بالأساس الأهل يكونوا قريبين من عيالهم، يتواصلوا معاهم، يتكلموا معاهم، لأنه دائما يقول أنه الحوار والحديث هو اللي يبين كثير من الخبايا. يمكن في كثير من الأطفال يتعرضوا للتنمر أو يكون عندهم أي مشكلة نفسية، وبسبب يعني ما فيش أو ضعف الحوار ما بين أفراد الأسرة للأسف أنها تكثر هذا النوع من الأفعال. أنا أشكر تواجدك اليوم معنا، نورتنا يا دكتور. أنا اللي شاكر لكم لهذا اللقاء الجميل وهذا البرنامج المتميز. نورتنا، شكرا لك. مشاهدينا مكملين معكم فقراتنا بعد الفاصل، أسرار صادمة عن التجارة الإلكترونية.